وينضم إلينا من دبي الخبير في أمن وتقنية المعلومات أيمن عيتاني. أيمن أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. موضوع يعني زوم أصبح على كل لسان وما في حدا منا ما استخدمه في الأونة الأخيرة. أول شيء يعني تنبدأ، ماذا يعني تشفير المكالمات اليوم؟ لا هاني، انت بتعرف انه زوم بمرحلة كوفيد عدد الاستعمال كان هائل، يعني احنا كلنا عم نستعمله من الصغير للكبير، من المدارس بالبيوت بالعمل، كل الناس عم تستعمله، وهن ما كانوا حاضرين بالاول يتحملوا هالعدد من الناس اللي عم يستعملوه بطرق مختلفة. هن كانوا تركيزهم الاساسي كان على المؤسسات التجارية الكبيرة، فلما صار في هالاستعمال الكبير من كذا شخص بكذا طريقة استعمال، بيّن أنه في عدم جهوزية لنوع من التشفير وحماية يعني خصوصية ربما المستخدم. مزبوط، يعني كيف المستخدم عم يستعمله. فهن اللي اضطروا يعملوا مؤسسة زوم بشهر 4، وقفوا كل شيء صفات جديدة وغيروا كل طريقة شغلهم، خلوا كل الفريق التقني وغيره يشتغل على يقووا طريقة الحماية للمستخدم اللي عم يعملوها، وحتى وظفوا كتير ناس من فيسبوك ومن سيلز فورس ومن غير مؤسسات يلي اختصاصهم كسيكوريتي لحتى يهتموا بكل شيء خاصه بزوم، واشتغلوا على 90 يوم، عملوا خطة 90 يوم. كل المؤسسة من الصغير للكبير عم يشتغل على يقوي طرق حماية المستخدم، والتسعين يوم انتهت هلأ، يعني من يومين انتهت. وبهالتسعين يوم هاني كانوا كل أسبوع عم بيخبروا الناس شو عم بيعملوا، يعني عم بيطلعوا على الانترنت يخبروا الناس شو عم بيعملوا. فطريقتهم كانت سريعة ومفتوحة وواضحة ليقدروا يجهزوا الناس اللي عم يستعملوا زوم. نعم، بالتالي اليوم التشفير، ماذا يعني التشفير اليوم؟ ما يعني البنفيت ربما أو الإيجابيات التي يمكن أن يحصل عليها المستخدم من عملية تشفير المكالمات التي يقوم بها؟ يعني خلينا نشوف هاني، مثلا إذا أنا وياك عم نحكي هلأ عن طريق زوم، إذا من دون تشفير في ناس اللي معي بالمكتب فيهم هني بيقدروا بطريقة معينة، إذا عندهم خبرة معينة فيهم هني ياخدوا قصه من هالفيديو أو من هالصوت لا يقدروا يسمعوا عليه. إذا حتى مش زملاء المكتب، فيها مؤسسة الإنترنت اللي أنا عم بستعملها، فيها كمان هني إذا بدهم، إذا بيهمهم هالموضوع فيهم كمان يفوتوا يشوفوا شو هالمعلومات اللي عم نحكي فيها أنا وياك هاني. بس إذا صار في طريقة التشفير هيدي عن طريق زوم وتشفير من عندك من عندي، بتعمل أصعب لأصدقائي اللي بالمكتب أو لشركة الإنترنت اللي عم بستعملها أنا إن تتنصت وتسمع أكثر عن شو عم نحكي أنا وياك. طب واليوم أيمن، المستخدم العادي فعلا بهمه إنه تكون مكالماته مشفرة، ولا هذه الخدمة الجديدة موجهة ربما إلى الشركات فقط؟ يعني هي الكل بيستفيد. يعني أنا لو كان بحكي مع الوالدة ما عندي مشكلة حدا يشوف شو عم بحكي، يعني مش موضوع مهم يعني، بس نفسيا أكيد أريح لي إذا بعرف إنه في تشفير. بس هو مثل ما تفضلت أنت هاني إنه أكتريته هن المؤسسات الكبيرة، مؤسسات حكومية، كله اللي عم يستعمل كان زوم بيهمه يكون فيها التشفير. نعم. طب أيمن، اليوم يعني كل الحديث من قبل زوم على موضوع الخصوصية بشكل عام، ولكن تأتي اليوم خدمة التشفير مقابل أنك تضع رقم هاتف يكون حقيقي لك، أليس هذا تدخلا بالخصوصية ولكن بطريقة أخرى؟ هني اللي عم يجربوا يعملوا مؤسسة زوم حتى يعطوا هيدي الخدمة، عم يجربوا يعرفوا أنه الشخص على الخط الثاني مين، ومش لحتى يعرف خصوصيته، بس هو رقم التليفون بيساعد لحتى إذا صار في مشكلة معينة ليقدر يعرفوا طرف الخيط ليلحقوا هالشخص ويشوفوا من وين جاي. بس إذا كان من دون رقم تليفون، من دون شيء، من دون هالموضوع، إذا صار هلا في مشكلة معينة وبدون يلحقوا هالموضوع هتكون كتير صعبة، لأنه هذا شخص على الإنترنت عم يستعمل هيدي الخدمة. نعم. طب أيمن، اليوم هل برأيك حيستمر هالتطبيق أنه يكون بالصدارة، ولا الموضوع فقط آني في هذه المرحلة لأنه فعلا في احتياج لأنه يكون في تطبيق مثل زوم بتستخدمه ربما الأفراد والشركات؟ هلا هاني، أنت سؤالك بمحله، لأنه نحن طريقة استعملها كانت كتير كبيرة لزوم، وكمان عم نحضر أفلام على الإنترنت وفيديوز عم نشوفها بعد، يعني هلا بس يخف علينا ضغط كوفيد ونقدر نرجع لحياتنا شوي أكثر مما كانت، رح يخف هالاستعمال، بس مش حيرجع مثل قبل، لأنه في كتير مؤسسات هلا صارت تتعود إنه أنا لا، أنا صار لي 4 أشهر بشتغل عن طريق زوم، ما في مشكلة أنا إذا هل كم شخص بده يكفي على زوم بيكفي على زوم. في ناس يلي عندها عم تقدر تشغل البيت وتوفق بين شغله وبين عائلتها،
رح يطلبوا من أصحاب العمل أنه نحن بدنا نكفي شغلنا من البيت مثل ما كنا عم نشتغل بآخر 4 أشهر. فهيدي كلها هني رح بتكفي لقدام العادات الجديدة. نعم، من دبي الخبير في أمن وتقنية المعلومات أيمن عيتاني كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.